السلام عليكم خوتنا، مرحبا بكم توجور ماغازان جيم كابليس. بون ليكيب كيما العاده قلنا باذن الله غير لافير. عندنا تشوف حبيبي تقشيره كروساج اوريجينال شابه بزاف ليكيب 100% كوطون. هذه التقشيره تاعك عشت اخويا الله يبارك. الباك تاعها ولي كيفاش يجي، هادو هما لي موتيف، هذا هو الموديل اللي فتحناه، هادو هما لي موتيف تاعها. كروساج اوريجينال واعره ليكيب، لي بوانتور من 6 لل 11، من 39 حتى لل 46. الباك هذا نحسبو لك 200000، تسمى طيح لك 40000 الحبه، 40000 خويا. بارك تقشيره اوريجينال قوه ليكيب، تقشيره لوكال يدير كثر من 40000. بون واش حبيت قالت نقول لكم، السوكات هذه راهي توجور ديسبونيبل، لي بوانتور من 39 لل 46. هذا هو الباك كيفاش يجي. بون ليكيب هادي تعرفوها كاع، تسمى مادا بيا جميع انسان داها عليا يبان في لي كومونتير يقولنا واش رايو في التقشيره هادي. انا عجبتني بزاف لبستها، تقشيره قوه ليكيب صحيحه سوليد 100% كوطون شابه بزاف تريحه. الانفيزيبل هادي ليكيب توجور ديسبونيبل، هاديك من لوبسي ايديكون لي بوانتور من 39 لل 46. هذا هو الباك خويا، يجي نوار كاع تيتبدلو لي كولار في الموتيف تاع الباش. باش ليكيب انجليزا، هادي فيها نوار وهادي فيها البلون. تحب نخلط لك نخلط لك الباك 150000، سينو تحب دي حبه ب 30000 ما كاش مشكل كاع. واش حبيت قاعد نقول لك، البرودوي تاع الصباط هذا ليكيب راكو تعرفوه كاع، برودوي الله يبارك ليكيب 10000 الحبه خويا. هادي كيفاش تجي من ميني سومال، تحطها تحت الطانو تخليها 15 يوم في الصباط اونتي باكتيري بارفيمي قوة ليكيب. دخل صباط للدار دار كاع تولي تريح بريحة الياسمين. سينو تحب دي باك هكذا فيها 15 ب 150000 هكذا ليكيب. انا نتمناو ليكيب لي كومونتير تاعكم، جميع انسان دار البرودوي هذا ولا دا تقشيرة ماذا بينا قولنا واش رايو، مليحة مليحة ماشي مليحة ماشي مليحة، باسكو حنا نخدمو عليكم ليكيب. عجبوكم البرودوي هادو هما قولوا لنا حاجه شابه. سوم على بالي بلي ريب سوما شابه بزاف، قلنا باك احكي لنا باك على لاكاليتي تاع التقشير هادي، باش الناس اللي ما داتهاش تعرف، الناس اللي ما تعرفش البرودوي هذا تعرف 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 اسكو مليح يجو يدوها، اسكو ماشي مليح يجوش يدوها ما كاش مشكل كاع. اللي كاين حنا بكم اللي رانا نتعلمو، بكم اللي رانا نافونسيو، ومرحبا بكم. تبخلوا ناس ليكيب بالجام والبارطاج ولي كومونتير شابين هكذا ليكيب. مرحبا بكم وبارك الله فيكم، وان شاء الله ربي يفتح عليكم ان شاء الله. السلام عليكم.